إذا صدق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون مهم جدا اللي هو يتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، وهذه المصادقة تكرس لميلاد حق دستوري جديد لم تأتي به الدساتير المغربية السابقة، وهو الحق الذي يمكن المواطنات والمواطنين أثناء تقاضي بالدفع بعدم دستورية القانون الذي يراد تطبيقه عليهم. إذن هذا واحد الحق كبير سيكون للمغاربة فرصة للمساهمة في تطهير الترسانة القانونية المغربية، لأن النصوص المنفذة بعضها يعود إلى فترة الحماية، والبعض قد يمس حقا من الحقوق أو يشكل انتهاكا لحرية من الحريات. إذن هذا القانون يمكن جميع المتقاضين من الدفع بعدم دستورية. هو قانون تنظيمي يشكل جزءا من الكتلة الدستورية ويدعم مقتضيات لجميع الدستور، وسيشكل إن شاء الله ثورة كبيرة في مجال حماية الحقوق والحريات، وسنسعى للتعريف به ولتنظيم حملة تواصلية كبيرة لكي يكون كل المواطنات والمواطنين على بعلم بهذا الحق الجديد، وسنتخذ كل الإجراءات لكي لا يكون له أي آثار سلبي محتمل على مسلسل تقاضي، لأننا نتخوف مثل كثير من الجهات الحقوقية من الاستعمال الكيدي لهذا الحق أثناء المحاكمات وأثناء التقاضي. بطبيعة الحال نحن نراهن على نضج المواطن المغربي وعلى وعيه الإيجابي وعلى مشاركة كل المهن القضائية والجهات الحقوقية في الإعمال السليم لهذا المقتضى الدستوري.